الحدث الشرقية، تقدر تشرح لنا كيفاش وقعت لك الحادثة؟ وي كيفاش وقعت لك الحادثة؟ المكان والزمان و... خويا نتبع الأحداث اللي فيها. أيه نتبع الأحداث نهار الأول. حنا الإخوة حنا نبانو في واحد باتو في واحد الدار بعيدة على المنازل ديالنا. الصباح أنا مع الثمانية خرجت باش نمشي لأن كان عندها شي لقاء في محكمة الاستئناف. عيطت للجرنطين وخرجت باش نقبل الطاكسي ونجي. كي خرجت من الدار درت باش نخرج للطريق الرئيسية تبان لي واحد ديال ديزويت من الساسولية في القنت. ديزويت عادية نورمال. ديزويت ايسونس هاي اللون ماشي فاميليال نورمال. لا نورمال. اللون ديالها؟ رمادية رمادية. ماتريك فين يمكن ما كاينش؟ لا ما انتبهتش للماتريك قلت لي لا وملي جيت انا جاي كانت قبضة التالي ديالها في الحادث وشفتها انا اون فاس باش نشوف الماتريك خصني نولي ندور مارشي عليه باش نشوفها انا فين جات المكان ديالها؟ في التينيس. التينيس وتمشيت انا على حساب واحد 20 متر ولا 25 متر في الطريق ونحس ببرون في لومو صحيح لوطون ديماريا ديمارا في مجهد وجاي في الاتجاه ديالي انا في ديك الالتفاته اللي التفت باش نلقى الاخر لحقوا عليا ضربوني في الكونتي ضرب ومشيت لنحات تاع التروطوا المش ديك فيها كافي ديال وطحت وزاد شحال معك في السيارة واحد جوج جوج الناس اذا هاد الضربه كانت قصودة كانوا موقفين كانوا مستاصلين انا في التعليم مستاصلين يعني هذا الوقت مقصود عليه محاولة قتل محاولة قتل هذه بين الخلفيات ديالها والبارح لو كان دوبل في اللون ديالها بيج نهار كامل هي متبعتني النمرة ديالها دوبل في دوبل في 732 دوبل في دوبل في 732 7000 المهم مسكونه هذيك 732 عقدت عليها لان ما قدرش نحقق فيها في الريتروفيزور لان كتبع عليا صغيره غيره صغيره الاقل منين ضربتك السياره بحال رجليك تاكي سيدي الله يشوفك ويعافيك ما تقولش عليك تبارك الله عليكم ورحمه الله شكرا